صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير خيارك المفضل. أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك وفقرتنا الأولى اليوم عن موضوع أيضا تربوي، عن بناء الثقة، علاقة الثقة مع الأبناء والأطفال. ومعنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ بسام الحوراني، الأخصائي النفسي والمشرف التقني في منظمة سند عبر الاتصال المرئي. يسعد صباحك أستاذ بسام. يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم. أهلا وسهلا أستاذ بسام، مرة أخرى أهلا بك في صباحك مسك، نورتنا في هذا البرنامج وهذه الفقرة الصباحية. يعني نريد أن نتحدث عن موضوع الثقة، بناء علاقة ثقة مع الأبناء. عنوان فقرتنا كيف أبني هذه العلاقة، لكن قبل أن نأتي إلى كيف نبني هذه العلاقة، لماذا، ما هي أهمية بناء الثقة لدى الأطفال وما تأثير على شخصيتهم؟ بداية بدنا نأكد يعني على موضوع مهم، أنه في نحن العلاقة دائما سواء كانوا بالغين أو بين البالغين الأطفال، يعني بين الأبناء والأطفال، هي علاقة مهم أن يكون فيها الثقة لحتى يكون فيها نوع من التشارك، نوع من التعاطف، نوع من الإحساس المتبادل بأنه كل طرف ممكن يعتمد على الطرف الآخر إلى حدود يعني مقبولة وإلى حدود اللي بيطمح فيها كل طرف. طبعا بين كل الناس هي الثقة مطلوبة في التعامل، وإلا ما بيكون في هذا التواصل السليم، أو هذا خلينا نقول التواصل المرضي لكلا الطرفين بعمليات التواصل. فما بالنا إذا كان هو الثقة المطلوبة في علاقة الآباء مع الأبناء أو علاقة الأبناء مع الآباء. الشيء اللي بدنا نركز عليه أنه الثقة هون بتخلي الطفل أساساً يشعر بالأمان بالعلاقة، يعني أثناء هو تواصله وتفاعله مع الوالدين المقربين فيه هو بيشعر بالأمان، لأنه الثقة بتعتمد أو بتعني أنه إلى أي حد أنت كطفل قادر أنك تعتمد عليه أو قادر أنك تثق فيه، خلينا نقول بالمصطلح الأسلم، أنك تعتمد أو تثق فيه لحتى تمارس حياتك، لحتى تتواصل معي بطريقة تشعرك بالأمان. والثقة بدنا نحكي يعني بشكل أبسط، هي مطلوبة من كل الطرفين. نعم. يعني سواء من الأب تجاه الأبناء أو من الأبناء تجاه الآباء. وأساساً ما في منطق إذا نحن طلبنا من الطفل أنه يثق فينا إذا نحن ما كنا بنثق فيهم أساساً. فهذا الشيء يعني يتعلق في المطالب المتبادلة أو الأشياء المطلوبة بشكل متبادل ما بين الأبناء والآباء. طبعاً نعم. كثير بنسمع يعني بس نقطة إنه بنسمع عن مشاكل ممكنها تكون بتتعلق بسلوكيات الأبناء بعد فترة من الوقت، مثلاً لما يوصل لمرحلة المراهقة أو البلوغ أو ما بعد ذلك. المشاكل هاي إذا بدنا ندور عليها في إلها منشأ، وبمنشأ هاي المشاكل جزء كبير جداً بيتعلق في موضوع الثقة اللي كان مفتقد في العلاقة بالصغر، إذا كانت طبعاً المشاكل هاي الموجودة ظاهرة سلوكياً واجتماعياً وإلى ما هنالك من أمور. فدائماً بنشوف نحن إما الأبناء ينزعوا لأنه يشكلوا شخصية إما ضعيفة أو عنيفة أحياناً إذا كانت الثقة مفقودة. في حال وجود الثقة فمعناته كان في نمط من العلاقة متوازنة معتدلة، يعني نمط من العلاقة الوالدية لا فيها نوع من الإفراط ولا فيها نوع من التفريط، لا هي قائمة على قسوة وتشدد كبير جداً ولا بنفس الوقت قائمة بتكون على تساهل كبير جداً، لأنه كل النمطين بده يؤثر بشكل كبير جداً على ثقة الطفل بهذا البالغ اللي بجنبه أو اللي أمامه أو اللي بتعامل معه، وبده يؤثر على طباع شخصيته، بده يؤثر على سلوكياته سواء في الطفولة أو سواء في المراهقة أو ما بعد البلوغ. جميل. فبيرتبط هذا الموضوع بدرجة كبيرة جداً بهذا النوع من العلاقة أو
وجود أو عدم وجود الثقة بين الآباء والأبناء. أستاذ بسام، يعني هناك دائما ربما موازنة يجب أن يحقق الأهل بين الثقة والرقابة. يعني هل تعني الثقة بالطفل عدم رقابته؟ يعني متى يعني يتصادم المفهومين؟ يعني الطفل دائما أحيانا يشتكي أنه بتراقبوني فأنتم معناته مو واثقين فيني. طب هل تعني الثقة أنه أنا ألغي فكرة الرقابة الأبوية، أم كيف أوازن بين الرقابة والثقة؟ طبعا نحن يعني هون لما نيجي نحكي شو هي الثقة أساسا، يعني أنا شو معناته أن أعطي ابني ثقة أو أكون واثق بابني؟ أكون واثق بابني أني أكون واثق بقدراته، ممكن هذا نوع، واثق بأنه قدرته على أنه ينجز مهماتي إذا أنا كلفته فيها، واثق مثلا منه إذا بطبيعة العلاقة، واثق بأنه هو عم بيحكي لي اللي المزبوط، عم بيعبر لي عن جواته، عم بيشاركني حقيقة بمشاعره. وبنفس الوقت أنا لما أحكي عن هذا الأشياء هي نفسها اللي بينتظرها الطفل من الأب، يعني الأب كمان يكون عنده ثقة بابنه من حيث أنه يشاركه، هو كأب يشارك ابنه هاي الأمور ويكون معه يعطيه نفس الأشياء المطلوبة بضمن العلاقة والتواصل بيناتهم. فموضوع أنه أنا أعطي الثقة بابني ومعناته أعطيه مطلق الحرية وكامل الحرية بدون قيود وبدون توجيه وبدون إشراف وبدون تصحيح للأخطاء، هي بحد ذاتها هي مشكلة كبيرة جدا. فلذلك لما نحكي نحن عن الثقة نحكي عن الثقة بحدود وبشكل لا يشعر هذا الطفل بأنه أنا مثلا كوالد أو كمربي أنا دائما اللي بدي أدقق، دائما اللي بدي أحقق معك، اللي أنا مش واثق بأي تصرف أنت بتشتغله، إذا بدي أكلفك بمهمة بيظل عندي شك بأنك أنت مش رح تنجح. هذا هون الإشكالية، إنه أنا كيف بدي أكون متوازن ما بين إني أعطيه الحرية والمجال الاستقلالية والمجال إنه يقوم بأمور معينة كنوع من الاختبار للقدرات اللي هو يختبر قدراته هو نفسه يعني، وما بين الحدود اللي ممكن أنا أكون بحطها كمربي أو كأب لهذا الطفل. مثال يعني أنا مثلا ممكن أني أكلف ابني بمهمة معينة بشيء معين، خلينا نقول بجزء من مسؤوليات داخل البيت أو بشيء معين مثلا يعمله بالمدرسة، أنا بوصل له رسالة لما أكلفه بهذا الموضوع، أنا بوصل له رسالة أنه أنا عندي ثقة فيك، أنه أنا بعرف أنت قديش راح تشتغل على هاي القصة. ولكن إذا أنا بدي أكلفه وأظل مراقب لإله باستمرار وأظل أشككه بأنك أنت قد تفشل، أنه أنا عندي مثلا احتمالية أو بفكر بأنه أنت ممكن تكون غير قادر أنك تقوم بهذا الأمر أو بهذا الأمر، معناته أنا بوصل له رسالة أني أنا غير واثق فيك، وبالتالي هو نفسه مش رح يحس بالأمان لا بالعلاقة معي ولا رح يحس بالثقة بنفسه أنه أنا ممكن أجرب هذا الشيء، وحتى لو أخطأت أنا ما شرط ألاقي التعنيف وألاقي الإنقاذ وألاقي السخرية أو الاستهزاء أو إلى ما هنالك من أمور. جميل أستاذ، أنا من خلال علاقتي بعطيه بشكل مباشر وغير مباشر هي الفكرة بأنه أنت لك حرية بالتصرف وبالقرار وكذا، ولكن بنفس الوقت هي الحرية في لها ضوابط وما بدنا نتجاوز فيها الحدود، سواء حدود العلاقة أو إنه التمادي في بعض الأمور ضمن هاي العلاقة. جميل جدا أستاذ بسام، يعني حضرني مثال آخر ما بعرف إذا نناقشه بعدين ننتقل بسرعة إلى فكرة آليات البناء الثقة. المثال آخر أيضا أحيانا مثلا موضوع الأجهزة الإلكترونية، وهذا كل الأطفال بيطالبوا بموبايل أو تابلت أو غير ذلك، وهون الأهل بيكون عندهم أحيانا كثير من الضوابط أنه أنا بدي أجل هذا الموضوع لأني خايف أنه أنت تضيع وقتك عليه، تضل طول الوقت. الطفل أحيانا يعطيك عبارات أنه أنت مواثق فيني أني أنا قادر أضبط وقتي، أنه أنا قادر أنتبه وما أستغرق بذلك، لكن نحن نعرف أنه بنهاية الطفل حتى لو أبدأ يعني دائما حتى الكبار يقعون في مصيدة هذه الأجهزة. على سبيل المثال يعني ما بدي أدخل لأصل المثال وإنما للفكرة العامة هنا، يعني كيف يمكن مثل هالمثال انه انا اعطيه انه انا اواثق فيك بس لابد ان اضع ضوابط، لا بدي احدد لك وقت، بدي احدد لك كذا، وهذا ليس عدم ثقة بك. جميل جدا.
يعني هذا صراحة مثال هو كثير بيسألون عنه الأسر والأهالي والآباء، إنه نحن بحيرة. يعني أنا هذا الطفل كمان من حقه في بعض الأحيان إنه يكون عنده هاي الأمور، أو يعني اتقاء لموضوع إنه يصير الطفل يقارن بينه وبين الثانيين اللي عندهم الإمكانية للوصول مثل هاي الأجهزة واستخدامها، إنه ليش أنا لا. أنا هون كأب وكمربي دوري أني أكون يعني معتدل ومتوازن في هذا الموضوع. أول شيء بناء يعني على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، أول شيء أنا بدي أساسا لما بدي أعرض الأشياء اللي بدي أتفق فيها مع طفلي بدي أعرضها بناء على مبدأ الحوار، يعني مبدأ أني أفهمه لطفلي شو يعني الأجهزة الإلكترونية، شو اللي من مصلحته مثلا بالنسبة للزمن للوقت اللي هو بده يستخدمه فيه، شو أهمية أني أنا أساعدك يا بابا، أساعدك يا ماما أنه أنت تعرفي شو الأشياء اللي لازم تدخليه، لأنه أنا إحنا بنعرف أنه ممكن يكون عندك فضول أو عندك فضول تشوف أشياء أو ينعرض أشياء، مو شرط. أنا ما بثق، إذا ما بثق بالطرف الآخر اللي هو اللي ممكن يقدم البرامج أو ممكن يعني ينشئ الصفحات. أنا مو أنه ما بثق فيك يا بابا أو يا ماما، مو أنه ما بثق فيك، ولكن أنا بدي أساعدك. نحن لازم نحط قوانين، القوانين هي تتعلق بالوقت مثلا، تتعلق أنه وين أنت بدك تستخدم هاي الأجهزة، وين وين وين، ونرجع منأكد أنه مو لأنه ما بنثق فيك، نحن عارفين أنك أنت راح تلتزم ومتوقعين منك أنه ما تلجأ لهاي الأشياء، وتصارحنا إذا أنت شفت مثل هاي الأمور لأنه هاي الأمور بتضرك. إذا أنا عم بقدم لأبني أول شيء التوعية التثقيف، وبشكل ما يكون والله شوف إذا بشوف شيء مر على جهازك كذا كذا لا تلوم إلا حالك، هذا رح يحاول يخليه هو يخفي، ورح يحاول يخليه يكذب عليك إذا تعرض لمثل هاي الأمور وشاهد مشاهد مثلا مخلة أو دخل بالغلط على مواقع مخلة، مو إنه يجي يقول لك يا بابا اليوم مثلا شفت كذا، كيف ممكن نخفيه لهذا؟ يعني في عنا مسألة أنا كطفل كمان شو بتوقع منك أنت كأب كوالد لإلي، نعم. شو بتوقع منك ردة فعل فيما بعد؟ إذا كانت ردة الفعل اللي أنا بتوقعها قائمة على التعنيف التوبيخ، قائمة على أنه السخرية، أنك تيجي تفضحني مثلا قدام أخواتي أو قدام الآخرين، معناته أنا راح أكتم عليك وأنا راح أخبي عنك وأنا راح ما أصارحك وقت اللي أنا بوقع بمشكلة معينة أو بإشكال معين. فلذلك أنا لازم بداية أطمن ابني وأقدم له التوعية وأقدم له ليش أنا بدي أساعده، وأتفق معها على كيفية وشروط، خلينا نقول شروط استخدام هذا الجهاز، بحيث كم الوقت وإيمت وشو اللي الأشياء اللي ممكن تكون مفيدة لإلك، وكيف ممكن ندير هاي التطبيقات اللي أنت ممكن تستخدمها على الجهاز. جميل جدا أستاذ بسام، ناتي فعلا هون إلى العنوان الأساسي اللي بدأنا به، وهو كيف أبني، يعني ما هي آليات بناء هذه الثقة عند بيننا وبين أطفالنا؟ طبعا يعني إذا بدنا نيجي نحن نحكي بموضوع يعني علم التربية والعلم النفس وتوصيات العلماء وملاحظات العلماء وبينهم، دائما هن بيحكوا أنه السنوات الأولى ومن عمر مبكر نحن أما منزرع عند الطفل بذور الثقة والأمان أو الشك والقلق صراحة. وحتى يعني إذا بدنا نيجي للواقع، الطفل من هو صغير يعني من هو رضيع وعندما يعني لا يكون يملك اللغة ولا القدرة على أنه هو يعني يأمن احتياجاته الأساسية، بيكون بيعتمد على الآخر، بيكون بيعتمد على الآخر كيف؟ من خلال بكائه، من خلال إيماءات جسدية. فبيجي هذا الكبير البالغ الأب أو الأم حواليه يفهموا مثلا بطريقة معينة شو بده، شو احتياجاته. إذا تم تجاهل هاي الاحتياجات، فهون بدور الشك، يعني عدم الثقة في الآخر. أنت كأنا يعني أنا عم بصرخ، أنا جوعان، أنا كذا، وفي حوالي ناس عم بتحركوا ما عم بيلبوا احتياجاتي، فهي أول بدور الشك اللي ممكن إنها تكون تخلق عند الطفل من عمر مبكر.
هلأ نفس المبدأ اللي هو قائم على موضوع أنا احتياجات طفلي شو ممكن نطبقه سواء مرحلة الرضاعة أو بالطفولة المبكرة والمتوسطة والمراهقة، أنا احتياجات ابني شو، ابني شو بده مني، هل هو أنا يكفي أني أكون فقط بطعمي وبلبس وبشرب وكذا؟ لا، في احتياجات ثانية، في احتياجات أنه أنا أكون يعني إذا بدنا نحكي فيه بشكل رمزي، طبعا هي من ضمن الاحتياجات حتى تصنف، أنه أنا أكون رفيق لإله، أنا أكون صديق لإله أو صديقة لإبني. كيف هذا الموضوع؟ بإني أنا أعرف شو بيهتم، شو بحب، أشاركه بأوقات بحبها معينة، لعبة معينة، أعززه وقت اللي بيتطلب هذا الأمر مني، أني أعززه وقت اللي هو بنجز شيء مثلا، أشاركه بمشاعره حتى مشاعره السلبية وحتى مشاعره الإيجابية، يعني أحاول أقرب منه بطريقة أنه يشعر في هاي العلاقة بأنه في حدا داعم ومساند، وليس فقط إنسان هو قائم بعلاقته معي، يعني تقوم علاقته معي على التهديد أو الوعيد أو اعمل أو لا تعمل وفقط تلبية الاحتياجات البيولوجية أو العضوية. يعني أنا بستغرب صراحة في بعض الأحيان لما نحكي مع أباء أو أمهات أنه إذا بتخصص له ربع ساعة على ابنك كل يوم لما يكون في مثلا مشاكل سلوكية وغيرها، فبيجي بقول ابني بيعمل كذا وكذا وكذا وأجي أخصص له ربع ساعة، أنا ربع ساعة ما عندي وقت يعني كفاية وأنا ما عندي، مع أنه هي ربع ساعة ممكن باليوم، بس هو أحيانا ما بنعرف نحن أنه أثر هالربع ساعة هي ممكن يكون كبير جدا على هذا الطفل، بأنه يخلق عنده ثقة فيه أنا كأب ويلجأ لإلي بالأوقات اللي أنا بدي إياها يلجأ فيها لإلي. جميل جدا. يعني هي احد الاشياء اللي يعني احد الامور اللي ممكن نحكي فيها لما نيجي بدنا نعمل ثقه مع الطفل، مثل لما ذكرنا كمان من شوي انه انا اكون واعي بردات فعلي، لانه تجارب الطفل معي هي بتخليه بالمستقبل اما واثق فيه او انسان يعني بياخذ زاويه وبيبعد عني مره بعد مره وما بيثق فيه. فردات فعلي لازم ما يكون في مبالغة فيها وتكون ضمن يعني المنطق وضمن وتوازي الأخطاء، أو بتكون يعني ليست ردود فعل عنيفة تجاه أخطاء بسيطة ممكن يرتكبها الأطفال ومن عادة الأطفال إنه يعني يرتكبوها. أستاذ بسام، إذا هل يعني يمكن أن نقول إذا أن ردات الفعل أحيانا اللي بتكون عنيفة أو مبالغ بها هي ممكن أن تكون سبب لزعزعة هذه الثقة وإفساد هذه الثقة؟ تماما، لأنه هو بيعطي تجربة للطفل بأنه الشخص اللي أمامه هو فقط موجود للتهديد، هو فقط موجود للعقاب، هو فقط موجود لحتى يكون هذا الطفل تحت مجهر الـ يعني مثل مجهر، لأنه فقط أنا باخذ، وياريت يعني المجهر هذا بيبين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية، لا هو فقط بستناني لحتى أغلط لحتى هو يعاقب. طب أستاذ بسام، ما النقاط الأخرى التي يمكن أيضا أن تكون، وفي عجالة ربما في دقيقة، التي يمكن أيضا أن تكون سبب لزعزعة هذه الثقة غير موضوع ردات الفعل المبالغ بها واللي بتخلي الطفل أيضا يأخذ موقف دفاعي إن صح التعبير؟ ما هي الأسباب الأخرى أو النقاط الأخرى التي تفسد هذه الثقة؟ نعم طبعا في عنا بدنا نفحص النمط العلاقة تبعنا، نمط أو الأسلوب اللي نحن بنستخدمه مع ابنه، إما بتكون ردة فعلي قائمة على أنه الدلال والحماية المفرطة، وبالتالي أنا ما بمنح لابني فرص أن يكون هو مستقل ويكون هو بيعتمد على نفسه، وبالعكس أنا بنمط الحماية والدلال المفرط هذا أنا ممكن أكون عم بوصل له فكرة أنه المكان اللي أنت عايش فيه غير آمن، الأشخاص اللي أنت موجود معاهم لا تستطيع أن تعتمد عليهم أو أنه تثق فيهم، يحموك من مخاطر، يحموك وقت الحاجة، يعطوك الإرشادات اللازمة. هذا نمط. النمط الثاني اللي حكينا عنه من شوي اللي هو القاسي وردات الفعل وغيره. وفي أمور ثانية إلها علاقة بفقد الثقة، اللي هي ما لما أنا ما أمنح لابني الفرصة أنه فعلا يؤدي أشياء وأسمح له بالخطأ. يعني أنا كبالغ ما بدي أتوقع أنه كل شيء بيعمل ابني بدي يكون هو بيرفكت 100%، بدي أسمح له بهذا الخطأ، وإذا صار هذا الخطأ أنا بدي أعطيه
الطريقة المناسبة للتعامل مع هذا الخطأ. يعني مثلا أنا أكون قدوة لإله، أكون نموذج لإله، إنه أنا ككبير شوف يا بابا سهل جدا إني أعتذر عن الخطأ، مو بهالصعوبة، أنا غلطت مثلا فأنا بعتذر عن الخطأ. فهذا الاعتذار بخليه هو ابني يشوفني ويطمن إنه كمان هو إذا أخطأ بيعتذر، وهذا الاعتذار عن الخطأ كفيل بأنه أنا أتقبل منه هذا الأمر، وأنه يحاول هو من جديد ويحاول بدون أخطاء، فبيكون واثق بنفسه بالمرات القادمة. في الأمور اللي لها علاقة بموضوع الانتقادات، تخفيف الانتقادات، اللوم مثلا، أني أجي أنا مثلا أنتقد ابني وخاصة قدام أقرانه أو قدام أخواته، أصير أو أقارن بينه وبين الآخرين مثلا على مسمع الآخرين وكذا، إذا بدي أراجعه بخطأ أتركه قدام المجموعة وأجي أصير ألومه وأنتقده. لا، الأفضل أني أحترم خصوصيته وأحترم أنه هو إله كيانه، حتى لو كان طفل صغير وكذا إله كيانه، ممكن أنا أسحبه على جنب، ممكن أنا أبين له شو الإيجابي اللي كان متوقع منه وشو الخطأ اللي هو ارتكبه، وبالتالي هو بصير يثق فيه أنا كمرشد، كحدا بينصح، كحدا بيدله على الصح، فبالتالي ما بيكون هو هذا الطفل الغير مستقر أو الغير آمن أو الشكاك اللي ممكن أنه يخاف من أي علاقة بينه وبينه. أستاذ بسام، يعني أشكرك جدا حقيقة، الحوار ممتع وهو كثير من النقاط ربما من التساؤلات، لكن دائما الوقت عم يكون حاكم. إضاءات مهمة جدا في بناء علاقة ثقة بيننا وبين أبنائنا، ولعل للحوار يكون بقية في وقت لاحق. أشكرك جدا أستاذ بسام. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.